القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. أعلنت وزارة الاقتصاد الوطنية عن خطتها الاقتصادية للأعوام الثلاث المقبلة، وطرحت 23 مشروعاً توزعت بين قطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيا والزراعة والمقاولات كخطوة لدعم الاقتصاد الفلسطيني على مستوى الوطني والأفراد. أهم المشاريع التي ينوون العمل عليها كذلك في الثلاث سنوات القادمة، وبطبيعة الحال هنا نركز على أهمية عكس الحاجة الفلسطينية والميدانية يعني من الجانب الفلسطيني لتناول هذه المشاريع التي ستعكس نتائجها على المواطن الفلسطيني بالنهاية وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام. جمع المؤتمر ممثلين عن السلطة الوطنية والقطاع الخاص والمؤسسات المانحة لوضعهم بصورة ما يعاني منه الشعب الفلسطيني من حصار اقتصادي، وحثهم على الالتزام بتقديم ما يلزم وتحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني. من خلال هذه الورشات لابد من التأكيد على الإخوة العرب بتقديم ما يلزم من شبكات أمان للشعب الفلسطيني حتى يتم تصعيد المقاومة باتجاهات عدة، منها الجميع يعلم بأن الإسرائيليين لا يزالوا يمارسون حجز الضرائب وأموال الشعب الفلسطيني. باعتقادي هناك ضرورة لوضع المانحين بصورة ما يتم وما يجري فلسطينيا، وأيضا حثهم بمتابعة دورهم باتجاه ما يتم تقديمه من مساعدات للشعب الفلسطيني. خطة اقتصادية ومقترحات لمشاريع وطنية قدمت في هذه الورشة للمانحين، حددت معيقات النهوض الاقتصادي واحتياجات الشعب الفلسطيني. لتلفزيون القدس لما أبو هلال، رام الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.